السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الكرام. هنا أحمد ناصر، أحييكم من استوديوهاتنا في AN بالعربي وموقعنا الإلكتروني anbilarabi.com أكاديمية الخاصة بنا academy.com. في هذا الفيديو سأريكم كيفية ربط قناتك على اليوتيوب والبدء باستقبال الأموال عن طريق حسابك. بداية تحتاج لعمل قناة على اليوتيوب. طبعا أنا لدي قناة هنا منشئها من العام 2011، لكنني كنت شابكا مع عدة شبكات، جربت بي تي في، جربت فول سكرين، جربت كويز جروب، وجربت العديد من الشبكات. لا أنصح بتاتا بالتسجيل مع أي من هذه الشبكات، مع أنني كنت قبل سنتين أدعو إلى الاتصال مع شبكات مثل كويز جروب، لكنني بعد تجربة اكتشفت أنه من الأجدر بك أن تشبك مع جوجل مباشرة لعدة أسباب. السبب الأول هو أن جوجل ستدفع لك مباشرة من غير وسيط، فأنت ستستقبل مبلغ كامل. يعني لو ربحت $100 ستستقبل أنت شخصيا $100 كاملة بدون أي اقتطاع. فلهذا إذا ذهبنا إلى قناتي على اليوتيوب هنا، وذهبت إلى كرياتر ستوديو، سأجد هنا أن لدينا قناة على اليوتيوب بها تقريبا أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، عندي تقريبا أكثر من 9000 مشاهدة. الأرباح التي موجودة هنا هي 0%، والسبب أنني قمت بإنهاء العقد الذي كان يربطني مع مجموعة اسمها كويز جروب أجريجيتر. يعني حذفت الأجريجيتر أو الكونكشن أو الكونتراكت معهم، وغلبوني عبما أن انفصلت عنهم، لأنه يعني خبروا أنت موقع عقد على سنة ولازم تنتظر لآخر السنة. فأنا انتظرت لآخر السنة عبما انتهى العقد وفسخت العقد معهم عشان أكون لحالي على اليوتيوب. فالآن راح أورجيكم كيف ممكن أنك تعمل هاي العملية. بداية لازم تروح على التشانل الخاصة فيك. لما تروح على التشانل هنا في عنا status and features، بتلاحظ انه نحن القناة اللي عنا is a partner verified، يعني احنا verified partner مع اليوتيوب، لكن ما في عنا خيار المونيتايزيشن مفعل. فعشان تفعل خيار المونيتايزيشن بدك تروح تبحث عن ايش اسمه جوجل ادسينس. لما تبحث عن جوجل ادسينس بعطيك الموقع هون، جوجل ادسينس ساين اب، تكبس عليه، بتدخل على الرابط، وبعدها بتقدر تسجل في جوجل ادسينس. انا راح ادخل على حسابي الخاص بجوجل ادسينس ويعني اعمل لوجين. بعد الدخول الى حسابك بحكي لي هون ويلكم باك، يو اوريدي هاف ان ادسينس اكاونت اسوسييتد وذ احمد ناصر، اتس ريدي تو يوز ناو. فانا اكاونت الحساب اللي عندي بتلاحظوا انه فيه حاليا $2. اخر دفعه بعثوا لي اياها اليوتيوب هي قيمتها $125. فاذا بروح هنا على السيتنجز الخاصه بالدفعات، ممكن اكبس هون فيو بيمنتس وشوف الدفعات اللي دفعوا لي اياها جوجل عن طريق الادسينس. فبتلاحظوا انه اخر دفعه تم دفعها في 1 سبتمبر، 1 ل 4 سبتمبر، او 31 أغسطس آخر دفع عن دفعات، قيمتها $125. فبتلاحظوا إنه هنا اليوم التاريخ 4 سبتمبر، يعني آخر دفعة وصلتني قبل 4 أيام قيمتها $125، والآن صفي في حسابي $2.77. طبعا لسه ليش ما فيش فلوس كثير، لأنه أنا مش شبكها في لسه ما شبكت القناة على اليوتيوب. بيجيني فلوس من موقع الإلكتروني مثلا، من قناة اليوتيوب الأخرى، عندي قناة بالعربية وعندي قناة بالإنجليزية، فعندي قناتين شبكهم على نفس الحساب الأدسينس. هلا كيف ممكن تشبكهم؟ ممكن تشبكهم عن طريق امتلاك بطاقة بايونير. كيف تطلع بطاقة بايونير؟ بيلزمك عنوان بريدي، راح انا اوضع لينك في الفيديو ديسكريبشن تحت، ممكن تكبس عليه عشان تدخل وتسجل معنا في بطاقة بايونير، وعن طريقها ممكن تشبكها على حسابك الادسينس، ومنها ممكن انك تستفيد بشكل شخصي وتقدر تستقبل اموال عن طريق الصراف الالي. تروح تحول الفلوس من بطاقة بايونير على الصراف الآلي على ATM ماشين، تحط البطاقة تسحب الفلوس بدك اياها، مثلا $125، تقدر على بطاقة الصراف الآلي تسحب التفاصيل. هلا اوكي، خليني اروح على اليوتيوب شانل، بدي اعمل enable المونيتايزيشن، وهنا بيجي بحكي لي you need to sign up for AdSense. انا already عندي حساب AdSense، فراح اعمل start اللي هو الحساب اللي ورجي لكم اياه. هون راح يسألني عن خطوة المونيتايزيشن، راح احكي له next، وبعدها راح يحولني على الادسينس اكاونت. بحكي لي انك انت الان فاتح على حساب احمد ناصر الجيميل مثلا، عندك حساب ادسينس، اعمل له يس، ما بدي اعمل حساب اخر، بدي استخدم نفس الحساب، فبحكي له يس.
هون بحكي لي انت ادخل الويب سايت الخاص فيك، فاحنا هون باي ديفولت هو معطيني انه الويب سايت هو اليوتيوب شانل هاي، بحكي له اكسبت اسوسيشن، والكونتنت اللغه اللي عندي بالانجليزيه لغه القناه، فبختار الانجليزيه. وهون هيك احنا بنكون جاهزين. بحكي لي يو كان سي فيديو مونيتايزيشن اند ميك يور تشينجز ان يور فيديو. فانا عندي قناه على اليوتيوب المونيتايزيشن مفعل فيها، فبيلزمك الخطوه القادمه انك تروح على فيديوهاتك وتعملهم مونيتايز. فاذا بنروح هون على القناه اللي عندنا على كريتر ستوديو، طبعا بفتح لي الفيديوهات الموجوده هون، بروح على الفيديو مانجر، بتلاحظوا انه الفيديوهات هاي كلها نت مونيتايز نت مونيتايز نت مونيتايز. فعندي تقريبا الان تقريبا على القناه عندي تقريبا 500 فيديو، 457 فيديو من 2011 ونرفع فيديوهات على القناه، فعندي 500 فيديو تقريبا. بدي اعمل مونيتايزيشن لكل الفيديوهات، ففي عندي تقريبا 29 فيديو. هون في عندي خيار سيلكت اول يور فيديوز، بختار كل الفيديوهات اللي على القناه، سيلكت اول يور فيديوز، وباجي بختار اكشن وبعملهم المونيتايزيشن. فبعمل الاكشن هون مونيتايز، بحكي مونيتايز وذ اد، وبعدين بعمل سبميت. بحكي لي يو ار يو شور يو وان مونيتايز اول فيديوز، يلا اعمل مونيتايز لكل فيديوز. طبعا هيك بدكش تحدد فيديو، بتحدد كل الفيديوهات اللي عندك على القناه بتحددهم وبتعملهم مونيتايزيشن. فانا الان عم بعمل مونيتايزيشن زي ما انتم شايفين. طبعا هاي العمليه بتاخذ وقت، يعني انت بتحكي هون على 500 فيديو عندي على القناه، فبتاخذ بعض الوقت ريثما تتم عمليه المونيتايزيشن بشكل ناجح. خلينا شوي بعد ما ورجيناكم الادسينس، تحدثنا شوي على الامور اللي بتلزمك عشان تعمل ادسينس. بلزمك يكون عندك عنوان، وبلزمك يكون عندك بطاقه بايونير او بطاقه حساب بنكي امريكي او حساب بنكي يعني مشبوك بايونير او غير بايونير، يفضل ذلك. ممكن في بعض الدول تدعم، في بعض الدول لا تدعم، مثلا فلسطين غير مدعومه، فبلزمك بطاقه بايونير، بلزمك عنوان ادرس امريكي او ادرس. انا حاليا في فلسطين لكن عندي قناه على اليوتيوب كأني مواطن أمريكي، لأنه عندي عنوان في أمريكا عن طريق أحد أقاربي. مثلا ممكن تشوف أحد من أقاربك وتعمل تأخذ عنوانه، وممكن حتى تستخدم اسمه إذا أنت اسمك يعني مش في أمريكا، ممكن تستخدم اسمه تشبك الأدسنس، لكن بيصير علاقة بينك وبينه، أوكي الفلوس تيجي عليه وهو بحول لك إياه مثلا، أو بأخذ نسمة أو كذا. فهي حل من الحلول اللي أنا بقترحه عليكم، مش الحل الوحيد. ممكن إذا الدولة تبعتك تدعم أوكي كان به، ما بتدعم في عندك حلول جانبية. هنا بنلاحظ ان 28 فيديو تمت معالجتهم، احنا في عندنا 497 فيديو وبدك تنتظر شوي. خلينا نورجيكم موقع اسمه السوشيال بليد، وارجيكم بعض الامور اللي بتلزمكم عشان تعرفوها. هلا السوشيال بليد هو موقع مشهور، اذا بتدخل عليه سوشيال بليد بتحط مثلا اسم القناة، مثلا حط قناتنا ايه ان بالعربي تيوب عليه، وراح يعطيك انه هاي القناه ترتيبها سي بلس، اخر فيديو ارتفع هيو. القناه هاي ترتيبها على سبسكرايبر رانكس، القناه هاي نان يعني هاي مشبوكه مع ادسنس مباشر، ما في نتورك. استيميتد مانثلي ايرنينج تقريبا بيطلع من 85 دولار، يعني بدك تاخذ معدل تقريبا من 25 ل 50% احيانا، فبنحكي عن 20 دولار تقريبا شهريا. مورجيكم قنوات مشهورة مثلا زي فوزي تيوب، مثلا فوزي تيوب موقع، مثلا سكوزا مغربي، يعني مغربي معروف سكوزا، كانت قناته مش معروفة، لكن خلينا نورجيكم اياه قناته، خلينا نورجيكم اياه. مورجيكم قناة ثانية لفوزي تيوب، اي فوز تيوب مثلا، هو فلسطيني امريكي، عنده 10 ملايين سبسكرايبر، يعني something good. هاي الشانل يو ار تنسخه، بتروح على السوشيال بليد تحط الرابط، راح يحكي لك هون انه الترتيب تبعها بي بلس، عنده على مستوى العالم هو 113 على مستوى العالم، فبتقدر تشوف انه يعني واو. بيعمل تقريبا من 4 ل 7 تقريبا، بيعمل له 15000 دولار هو بالشهر من قناته على اليوتيوب، يعني فشيء كبير. يعني هو بسجل شهر 11
بس هو هذا انترتينمنت يعني، بيعمل شغلات هبل زي ما نحكي، شغلات مسلية مش شغلات تقنية وبرمجة وامور هيك. فعشان البرمجة ما فيش اقبال كثير عليها، لكن الامور الكوميدية يعني في عندك شخصية كوميدية، حدا كوميدي يعمل فيديوهات على يوتيوب بيعمل مصاري منيح. في عندك سكوزا، سكوزا انا صراحة ما بعرف، هيو سكوزا، هيو اي سكوزا، سكوزا عنده قناة على اليوتيوب، وفجأة يعني يعني كان ما حدا يعرف سكوزا كثير، فجأة وصل لتقريبا 400,000 متابع خلال شهور كذا، 3-4 أشهر. فيعني هي تجربة نجاح حقيقة لسكوزا. ممكن تشوف سكوزا كم بيطلع شهريا، فسكوزا بيطلع تقريبا من 671 ل 10,000، ضرب قول 25% الحد الأدنى، يعني بيعمل له تقريبا $2,000 $1,500 بالشهر. والتوتال جريد تبعته بي وهو 12,000 على مستوى العالم. مثلا في عنا شخصية أخرى مشهورة مثلا كوبرا، كوبرا اللي هو جمال عمواسي مثلا، كوبرا 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 1 2 3 4 7، يقول لك عمل القناة وكان يعني مش قصده يعمل القناة هيك، عطايش كتب 1 2 3 فزبطت مع القناة. شوف كوبرا، نعمل سيرش، هاي كوبرا طلعت ترتيبه 4,000 على مستوى العالم، درجته بي بلس، بيحقق تقريبا حسب ما هم حاكين، بس هم شبكة وطن جروب، هذا ما بعرف كم نسبة وطن بأخذوا، وطن أكيد شبكة وطن، وطن نتورك بأخذوا فلوس، بأخذوا فلوس شبكة وطن نتورك، عندهم مقر في نيو جيرسي يو اس اي زي ما هم حكيت بين هون. طبعا هاي الشبكة بتأخذ فلوس وبجوز بعطوا، يعني هم بتحكي عن مالك عن $20,000 شهريا، بجوز بعطوا جمال بجوز بعطوا 4,000 2,000 ولا هم بأخذ البقية. ففي شبكات يعني بتشتغل بهذا الشغل. في أنا صراحة شبكة أخرى اشتغلت معها، اللي هي شبكة، في شبكات صراحة كامل نتورك يعني، يعني ما أنا ما جربت شبكة وطن صراحة، بس في شبكات أخرى دير بعدكم منهم. أنا ما بنصح تشترك مع أي شبك، اشبك مع اليوتيوب مباشرة، ما في داعي توجع راسك، اشبك مع اليوتيوب، خليهم اليوتيوب حولوك فلوس مباشرة، أحسن ما تروح تشبك مع جروب ثانية. وبالتالي يعني مثل بعض الجروبس، كنت في جروب اسمها في مش عارف شو اسمها، في جروب اشي something like that، اشتركت معها كان يبعثولي دولار في الشهر، وان كنت اطلع 20-30-50-100 دولار احيانا، كان يبعثولي $2 يعني. فدك تكون منتبه شوي في موضوع اليوتيوب نتوركس، النتوركس تبع خاصة بالجروب باليوتيوب بارتنرز، فهي شغلة مهمة جدا. فهذا الفيديو أصدقائي يعني حبيت أشاركه معكم. مرة أخرى بشكركم، هنا أحمد ناصر أحييكم من incarimi.com، من موقعنا للاستضافة، استضافة المواقع والمتاجر الإلكترونية greenbackin.com، نقدم خدمات احترافية في مجال استضافة مواقع الووردبريس بسرعة عالية جدا وأمان عالي ودعم فني باللغة العربية. تستطيع حجز اسمك على الانترنت، دومين موقعك بكبسة زر معنا هنا، ونوفر أكثر من 10 طرق للاشتراك. أيضا مدعوكم للانضمام على في الخطة الشاملة لتعليم برمجة خطة.com، أو البحث على جوجل عن الخطة الشاملة لتعليم البرمجة. كان معكم هنا من استوديوهاتنا في إيم بالعربي أحمد ناصر، أحييكم دائما وأبدا من incarimi.com أكاديمية تعليم البرمجة، ونراكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. شكرا لكم للمتابعة، السلام عليكم. Green Backend، المنصة الخضراء للخدمات السحابية واستضافة المواقع. الموقع الإلكتروني هو من المسلمات التي ينبغي على كل شخص ناجح امتلاكه، ففي عصرنا الحالي أصبح للموقع الإلكتروني أهمية كبرى بعد التطور التكنولوجي الهائل في شتى مجالات حياتنا. تهتم المشاريع والشركات سواء الناشئة أو الكبيرة في موقعها الإلكتروني، لأنه يعكس العلامة التجارية لهم ويساهم في زيادة انتشارهم وزيادة أرباحهم. ولكن إنشاء موقع خاص بك لشركتك أو لمنشأتك الشخصية ليس بهذه السهولة، فأنت معرض للتشتت والاستغلال
من قبل الشركات التي لا تعرفها والتي لا تدعم المحتوى العربي تقنياً، كما أن اختيار سيرفرات أو خوادم لخدماتك الإلكترونية يعول عليها على المدى البعيد الأمد مهمة صعبة جداً وتحتاج خبرة طويلة. هنا يأتي دور منصة greenbackend.com للخدمات السحابية واستضافة المواقع. عند اختيارك لمنصتنا مستضيفاً لموقعك الإلكتروني، ستحصل على العديد من المزايا والتقنيات الحديثة وبباقات مختلفة ذات موثوقية ودعم على مستوى عالي وبسعر مناسب جداً وجودة عالية. سواء كنت مديراً للشركة أو مدونة أو مطوراً مستقلاً أو حتى صاحب متجر إلكتروني، فسيرفرات جرين باك إند هي خياركم المضمون والأنسب. لكن لماذا تختار منصة جرين باك إند؟ منصة جرين باك إند هي منصة تحوي على كادر تقني متميز بأكثر من 10 سنوات في مجال الويب والاستضافة للتطبيقات والمواقع والألعاب. فرأس مالنا الحقيقي هو خبرتنا التقنية التي ستجدونها بين أيديكم عندما تشتركون في خدماتنا. سيرفرات عالمية موزعة على جميع قارات العالم، مما يؤدي لسهولة وصول الزوار إلى موقعك من جميع أنحاء العالم. سيرفرات حديثة وقوية مزودة بأحدث التقنيات والبرمجيات الحديثة وخاصية زر واحد للتثبيت. سيرفرات سحابية محمية مبنية على تقنية SSD قابلة للتمدد وفاعلية كبيرة على مدار العام. كفاءة عالية جداً ونسبة عمل على مدار الساعة دون أي توقف أو انقطاع. حماية عالية جداً مما يجعل موقعك آمن للزوار. نسخ احتياطي يومي لموقعك، لن تفقد ملفاتك نهائياً. خدمات مميزة لشراء ونقل وحماية أسماء النطاقات الخاصة بعلاماتكم التجارية. سيرفرات صديقة لمحركة البحث والسيو، مما سيجعل موقعك يتصدر نتائج البحث. جهوزية تامة وطاقم دعم فني عربي وخبير متواجد لمساعدتك على مدار الساعة. خاصية بني المواقع المرئي، استمتع ببناء مواقعك بشكل مرئي وسريع. سيرفرات خاصة وخدمات متميزة لمطورين الألعاب والويب والتطبيقات. فريق كامل لتصميم وبرمجة المواقع الاحترافية والتطبيقات والألعاب لمنصات الآيفون والأندرويد والويب. خدمات استشارية تقنية رائدة في مجال البرمجة وتصميم التطبيقات والمواقع والألعاب. أكثر من 10 طرق إلكترونية وغير إلكترونية للدفع، وسهولة في التواصل والدفع المالي وتجديد الاشتراكات. دورات تعليمية مجانية ومدفوعة في تصميم وبرمجة المواقع، والكثير من الخدمات التي ستكتشفها بنفسك. كن على يقين بأن استخدامك لمنصة جرين باك إند لحلول الاستضافة هو الأضمن لك من حيث توفير الجهد والمال وضمان بقاء موقعك أو تطبيقك يعمل بصورة ممتازة على مدار العام. ما الذي تنتظرونه أعزائي؟ انطلق الآن واطلب حزمة الاستضافة الخاصة بك وكن واحداً من عملائنا المميزين. مع نسبة تخفيض كبيرة وهدايا دورات تعليمية في تصميم وبرمجة المواقع لتبني موقعك بنفسك.